إلى أقصى شرق البلاد، حيث لقيت النتائج التي تحصل عليها بعض التلاميذ في ولاية الحوض الشرقي خلال هذا العام في المسابقات الوطنية، الكثير من الارتياح داخل أوساط الأسرة التربوية والتعليمية. وقد استطاع تلاميذ السنوات النهائية من المستويين القاعدي والإعدادي الحصول على مراتب متقدمة في ظل نسب النجاح التي تجاوزت حدود 68% مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. مخرجات المنظومة التعليمية على مستوى ولاية الحوض الشرقي حملت للعام الدراسي 2023 نتائج إيجابية في مجال ارتفاع نسب النجاح على مستوى المسابقات الوطنية، وهكذا حقق التلاميذ مرحلتين القاعدية والإعدادية مراتب متفوقة يتحدث عنها هؤلاء. كنت نقرأ وانا نتشاف في ليسة ديال النيما يقال جاي من سكان مقاطعة أمورش. شاكر بعد الجهود اللي بذلت فينا من طرف ليسة، كيف دي السويد وسوايا مالي وعدلنا كل على ديستانس يقارونا ساعتين شهر ناشط وهنسية. ولقد تحصلت في مسابقة خاتم الدروس الإعدادية على معدل 16، وكنت هي الأولى على مستوى الولاية والخامسة عشر على المستوى الوطني. كنت أطمح لأن أتحصل على أعلى من النتيجة التي تحصلت عليها، ولكن بفضل الله تحصلت على معدل 16. أسباب النجاح يوم النجاح اللي لمتني نعيش فرحانة ومن جهة المعلمين والمفتش. جهود بذلت من أجل تجاوز الاختلالات التي أدت إلى تدني نسب النجاح في العام 2022. إذا السنة الدراسية 2022 كانت سنة كارثية بالنسبة للولاية بصورة عامة وعلى مستوى مقاطعتنا بصورة خاصة. الناجحون كانوا 706، أي ما نسبته 28.21%. هاي بالحقيقة النتائج كانت كارثية. أما بالنسبة للسنة الدراسية 2022-23 فكان عدد المترشحين 2907، مشاركون 2426، ناجحون 1535، أي ما نسبته 63.27%. ويرجعها التحسن إلى الجهود المبذولة من طرف وزارة التهذيب الوطني. بدوره مكتب رابطة آباء التلاميذ الشريك في عملية التربوية أكد أهمية ما تحقق بفضل تضافر جهود عدة جهات. نشكر السلطات الإدارية والسلطات التربية على الجهود التي قاموا بها في رفع من مستوى ورفع نسبة النجاح لهذه السنة. ذلك يعود إلى أن المعلمين والأساتذة بذلوا كل جهدهم من أجل رفع مستوى التلاميذ، وهكذا تحقق بفضل الله وعونه بفضل الحصص التي قامت بها الوزارة. وكذلك بالنسبة للمعلمين كانوا كذلك يعطون حصص إضافية في أيام الأسبوع. ارتياح داخل أوساط الأسرة التربوية بسبب ما تحقق من مكاسب كان الأثر الإيجابي على مستويات التلاميذ وطرق التحصيل وحضورهم في المسابقات الوطنية. الفاغاوي الشيباني، قناة الموريتانية، مدينة النعمة.